اهلا بيكم في حلقه جديده من تين ستارز. النهارده هنتكلم عن افضل 10 انديه في تاريخ اوروبا. فياريت تنزل تعمل لايك وسبسكرايب على ما الانترو يخلص. طيب نبدا على طول. وايه في المركز العاشر؟ نادي سيريتك الاسكتلندي. اتأسس سنة 1888، معاه 50 دوري و39 كاس و18 كاس الرابطة وواحد دوري أبطال أوروبا. هدافه التاريخي هو جيمي ماكروي، واللاعب الأكثر مشاركة هو بيلي ماكنيل. وفي المركز التاسع نادي بنفيكا البرتغالي. اتأسس 1904، معاه 37 لقب دوري برتغالي و26 لقب كاس البرتغال و7 كاس الدوري البرتغالي و7 كاس السوبر البرتغالي، ومعاه لقبين دوري ابطال اوروبا وخمس وصفات، وكان وصيف كاس الاتحاد الاوروبي 3 مرات. في المركز الثامن نادي يوفنتوس الايطالي. اتأسست 1897، ومن أهم إنجازاته أنه معاه 35 لقب دوري و13 كاس إيطاليا و8 كاس سوبر إيطالي و2 دوري أبطال أوروبا و3 كاس الاتحاد الأوروبي و2 كاس سوبر أوروبي و1 كاس الكؤوس الأوروبية. هدافه التاريخي هو ديل بيرو، واللاعب الأكثر مشاركة هو بوفون. في المركز السابع نادي اياكس الهولندي. اتأسس 1900، معاه 34 لقب دوري و19 كاس هولندا و8 كاس سوبر الهولندي و4 دوري ابطال اوروبا، واحد كاس الكؤوس الاوروبية وواحد كاس الاتحاد الاوروبي و3 كاس سوبر اوروبي. هدف التاريخي هو يوهان كرويف، واللاعب الاكثر مشاركة هو سياكس فورت. في المركز السادس الشياطين الحمر مانشستر يونايتد. اتأسس 1870، معاه 20 لقب دوري و12 كاس الاتحاد و5 كاس الرابطة و21 درع الاتحاد، وكان بطل اوروبا 3 مرات وبطل الدوري الاوروبي مرتين، كاس الكؤوس مرة والدوري الاوروبي مرة، وبطل كاس السوبر الاوروبي وكاس العالم مرة واحدة. هدافه التاريخي هو واين روني، واللاعب الأكثر مشاركة هو رايان جيجز. في المركز الخامس نادي ليفربول الإنجليزي. اتأسس 1892، معاه 18 لقب دوري و7 كاس الاتحاد و8 كاس الرابطة و15 درع الاتحاد، وكان بطل دوري أبطال أوروبا 6 مرات والدوري الأوروبي 3 مرات و4 سوبر أوروبي وكاس العالم مرة واحدة. هدف التاريخ هو آن راش، واللاعب الأكثر مشاركة هو آن كلان. عارف ان الصورة دي مش حقيقية، بس ملقتش صورة ليفربول وهو رفع الدوري، عشان وقتها ما كانش لسه اخترع التصوير. وفي المركز الرابع البافاري بايرن ميونخ الألماني. اتأسس 1900، معاه 29 لقب دوري و19 كاس و6 كاس الدوري و6 كاس السوبر الألماني، ومعاه 5 دوري أبطال أوروبا وواحد كاس سوبر أوروبي وواحد كاس الاتحاد وواحد كاس الكؤوس الأوروبية وواحد كاس العالم للأندية، اللي هو كان على حساب الرجاء لو انت فاكر في حلقة أفضل 12 نادي عربي، أكيد اتفرجت عليها. لو ما اتفرجتش عليها فخش اتفرج عليها. هداف التاريخي هو جيرد مولر، واللاعب الأكثر مشاركة هو سيب ماير. سيبو، بقولك سيبو. تمام. في المركز الثالث نادي اي سي ميلان الايطالي. اتأسس 1899، معاه 18 دوري و5 كاس ايطاليا. مش عارف انا الفرق اللي معهاش 9 كاس ايطاليا دول عايشين ازاي، يعني انا مش فاهم. و7 كاس السوبر الايطالي، ومعاه 7 دوري ابطال اوروبا و2 كاس الكؤوس الاوروبيه و5 كاس السوبر الاوروبي ولقب كاس العالم للانديه.
هداف التاريخي هو نوردال، ولعب أكثر مشاركة هو باولو مالديني. في المركز الثاني نادي برشلونة الأسباني، اتأسس 1899، معاه 26 لقب دوري و30 كأس أسبانيا و13 كأس سوبر الأسباني و5 تشامبيونز ليج عندما كان بياخد تشامبيونز ليج، و4 كأس الكؤوس الأوروبية و3 كأس العالم و5 كأس سوبر الأوروبي. هدافه التاريخي هو ميسي، واللاعب أكثر مشاركة هو تشافي. في المركز الأول طبعا انت عارف يعني، بس من نفسك مش عارف، اتفاجئ، نادي ريال مدريد الأسباني، اتأسس 1902، معاه 33 لقب دوري و 19 كأس الملك و 11 كأس السوبر الأسباني و 13 تشامبيونز ليج و 2 كأس الاتحاد الأوروبي و 4 كأس السوبر الأوروبي و 4 كأس العالم للأندية. اللاعب أكثر مشاركة في تاريخ ريال مدريد هو راؤول، وهدف التاريخ هو كريستيانو رونالدو. طيب يا جماعة، تنويه بسيط، الحلقة دي مترتبة بناء على الأرقام بس، ومش معنى كده ان هي مترتبة على حسب مين معاه بطولات اكتر، ولا مترتبة على حسب نوع البطولات. يعني اللي معاه مثلا بطولات قارية اكتر فده يبقى اعلى من اللي معاه بطولات محلية، لا، هي ميكس بين الاتنين. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، اتمنى تكون عجبتكم، ريت لو عجبتكم تعملوا لايك، ولو ما عجبتكمش تقولوا لنا ايه ملاحظاتكم عليها في الكومنتات وتعملوا لايك برضو، وريت تعملوا سبسكرايب وتشتركوا في القناة الاتنين. انت عارف زرار السبسكرايب ده احمر ليه؟ علشان معناه كده ان في خطر، يعني طول ما الزرار احمر في خطر، اول ما بدوس عليه بيبقى رمادي، فمعنى كده ان خلاص الخطر راح يعني. بس كده، ونشوفكم في حلقة جديدة من تنستورز.